تربط من حتة مهمة جدا، و يعني افري ناو اند ذن بنلاقي في مشاكل وكده. ومن أوربت مكان صغير لكن بيطلع فيه كمية ضخمة جدا من الليجنز زيه زي السلة كده، لكن الأناتومي بتاعه بسيط، ما عندوش أناتومي تقريبا، برضه زي السلة، لكن كمية الليجنز اللي فيه كمية ضخمة جدا الحقيقة، بقى زيه زي أي مكان تاني في الهيدان بينك. فاحنا بنفحص الأوربت من ذا أكسيال أند كورونال بلين، بناخد مقاطع كل 3 ملي، بنختار في سيلكت يعني سيوتابل فيلد اوف فيو، بنعمل بون اند سوفت، بنعمل بيشنت سيمتريك بيشنت بوزيشن. في بعض الاحيان بنحتاج ان احنا نحمي صبغه علشان نقدر نشخص ليجنز معينه. السكان بيبتدي من اول الاوربيتال فلور وبيطلع لحد نهايه الاوربيتال روف في الاكزيال ايمجز، وفي الكورونال ايمجز بنبتدي من اول الاوربيتال ايبكس يعني تقريبا عند السفينويد ساينس كده، وبعدين نطلع لحد اخر الفرونتال ساينس او لما الاوربت ينتهي. الاوربت اصلا مليان بالفات وفيه الجلوب وفي اكسترا اوكيولار ماسلز وفي اوربيتال فات وفي اوبتيك نيرف. فالماسلز الاربعه المشهورين هما السوبيريور ريكتس السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس والميديال ريكتس واللاترال ريكتس، الاوبتيك نيرف في النص، في تو ماسلز صغيرين، واحدة اسمها عند سوبيريور اوبليك، واحدة اسمها انفيريور اوبليك، وفي ماسل شبكة في السوبيريور ريكتس على طول هي اللي بتشتغل على الاي ليد اسمها ليفيتور بالبيبري سوبريورس. معظم الماسلز دهيت بيبان ما عدا الانفيريور اوبليك لانها قدام قوي غالبا ما بنعرفش نشوفها، لكن السوبيريور بنشوفها كويس. معظم النيرفز اللي جوه الاوربت ما بنشوفهاش ما عدا الاوبتيك نيرف بنشوفه كويس جدا، وبنشوف فين مشهور قوي اللي هو السوبيريور سالمك فين. لما نعمل اكزيال ايمجز بنبتدي من تحت لفوق، بنمشي من اول الاوربيتال فلور، بعد كده بنمر في نص الاوربت، بعد كده بنطلع لفوق. لما يكون الجلوب في احسن حالاته ويكون اللينس باينه فيه، يبقى اللي ماسك فيه من ورا هو الاوبتيك نيرف. لما يكون الجلوب مش في احسن حالاته وهو من تحت، يبقى دي الانفيريور ريكتس، وهو من فوق يبقى ديت السوبيريور ريكتس. لما بيلتبس علينا الامر بنعمل كورونال، فبنشوف كل حاجه متفنطه كويس قوي زي ما احنا عاوزين. This is the eye globe وده هو الاوبتيك نيرف، وهنا اللاترال ريكتس، وهنا الميديال ريكتس. في الكورونال ايمجز بتشوف الاوبتيك نيرف في النص، بتشوف الميديال ريكتس واللاترال ريكتس، بتشوف الاثنين اللي فوق اللي هم ذا سوبيريور ريكتس والليفيتور والبيبري سوبريوزس مع بعض، وهنا اهوت بتشوف الانفيريور ريكتس. في بعض الأحيان في الركن اللي فوق دوت بتلاقي السوبيريور اوبليك في بعض الأحيان وليس في كل الأحيان. And this is the muscles زي ما أنت شايف اهوت inferior rectus و lateral و medial optic nerve و التو muscles اللي هما السوبيريور و الليفيتور والبيبري سوبريوس. السيجيتال ايمجز في بعض الاحيان بنستخدمها، هنا you can see the two muscles اللي هما الليفيتور ومعاها السوبيريور ريكتس، وهنا هو الانفيريور ريكتس، وممكن تلاحظ الانفيريور اوبليك في السيجيتال في بعض الاحيان ممكن تشوفها. بالنسبه للام ار ذا سيم، الاناتومي هو هو، لكن في التي 1 الفات بيبقى ابيض والميه بتبقى سودة في التي 1 ويتد ايمجز. ده هو الاوبتيك نيرف، ده اللاترال ريكتس وده الميديال ريكتس،
وهنا اهوت الانفيرير ريكتس ماسل. لما بنطلع لفوق بنلاحظ الميديال ريكتس واللاترال، وبعدين الفيسل اللي ماشي كده دوت هو السوبيريور اوف سالميك فين، وهو دوت نفس الحكايه على الناحيه التانية. في الاوربت لما نعمل ام ار اي بنحتاج في بعض الاحيان ان احنا نعمل فات سبريشن، بالذات لما نحقن صبغه، علشان الفات بيضايقنا لما نيجي نشخص ليجنز انسايد ذا اوربت، فبنحب نخلي الفات يبقى اسود، فبنشوف الماسلز بطريقه اوضح، ولو كان في ليجن هنا بنشوفه بطريقه اوضح. لما بنطلع لفوق شويه these are fat suppressed images، طالما الفات اللي جوه الاوربت اسود، و you can see the superior ophthalmic vein، وديت طبعا السوبيريور ريكتس، وبعدين اللاترال والميديال ريكتاي. ده اكزامبل لليجن موجود في الاوربت، وهو في التي 1 بعد لما حقناه صبغه فبيض، وبقى جوه الفات ممكن ما تلاحظش الليجن قوي يعني، او يعني بتشوفه بصعوبه، لكن لما تعمل فات سبريشن بتخلي الفات اسود، والليجن والانهانسمنت بتاعه يبقى ابيض، وبالتالي في بعض الاحيان احنا محتاجين الفات سبريشن علشان نشخص بعض الليجنز اللي موجوده جوه الغرفه. ده هو الكورونال، لاترال ريكتس، ميديال ريكتس، سوبيريور اوبليك، سوبيريور ريكتس، انفيريور ريكتس، اوبتيك نيرف. نفس الاناتومي تقريبا بالظبط. then this is the superior oblique، وده هو the medial rectus, inferior rectus, lateral rectus and the superior rectus. الاناتومي سهل جدا. الليجنز اللي جوه الاوربت بنقسمهم على حسب المكان، اذا كان الليجن جوه الجلوب ولا في الاوبتيك نيرف ولا في اللاكريمال جلاند ولا في الماسلز ولا في الفات ولا في البونز. معظم الحاجات دي سهل جدا جدا انك انت تعرف مكان الليجن، ولو عرفت المكان فكل مكان من دولت بيطلع فيه بالكتير قوي 3 ليجن، والتفرقة ما بينهم سهلة جدا. فاحنا لو افترضنا ان الليجن طلع انسايد ذا جلوب، ودي اسهل واحده فيهم، ان الجلوب عباره عن كوره مليانه ميه، اي حاجه هتطلع جواها سهله ان احنا نعرفها. والثلاثه ليجنز المشهورين هما الريتينوبلاستوما والميلانوما والميتاستاس. زي ما قلت ان الميتاستاسز في الهيدند نيك ما بتسيبش حاجه، اي مكان في الهيدند نيك ممكن يحصل فيه ميتاستاتيك ديبوزيتس even inside the globe. فاحنا عندنا 3 ليجنز، بقيه الحاجات التانيه كلها هنوريها لكم برضو، لكن هي ما هياش في نفس الفريكونسي بتاعه الثلاثه دول. اول واحد فيهم هو الريتينوبلاستوما، this is the tumor of the childhood، يعني لما يكون في طفل وعنده ماس جوه الجلوب غالبا هتكون ريتينوبلاستوما. الايدج انسيدنس بتاعه حوالي 2 سنين. المريض لما تبص في عينه تلاقي لوكوكوريا، يعني وايت بيوبل. البيوبل بتلاقيه ما بيضيق كده بسبب وجود، عليكم السلام، بسبب وجود الماس وراه. علشان تشخص ريتينوبلاستوما لازم لك حاجتين. الحاجة الأولانية إن يكون في انتر اوكيولار ماس، والحاجة التانية إن يكون فيها كالسيوم. والكالسيوم مهم جدا جدا في تشخيص الريتينوبلاستوما. يعني لو انت لقيت ماس جوه الجلوب في طفل وما كانش فيها كالسيوم، لازم تتردد قوي 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 قبل ما تشخص الريتينوبلاستوما. الكالسيوم احد العلامات المميزه للريتينوبلاستوما، عشان كده السي تي متفوق جدا على الام ار، لان الام ار ما بيعرفش يشوف الكالسيوم في الانتر اوكيولار ماس.
الريتينوبلاستوما عندها انسيدنس عالي جدا حوالي 30% اوف بايلاتراليتي. عشان كده لما تشخص ريتينوبلاستوما لازم تبص الناحية التانية، إذا ربما يكون فيه واحد تاني، لأن الريتينوبلاستوما العلاج بتاعها انوكيليشن يعني هتشيل العين، لكن لما بيكون بايلاترال ما تقدرش تشيل الاتنين، فبتشيل الكبير اللي فيهم والتاني بتعمل له بقى شوية حركة حاجات كده ليزر ومعرفش ايه، بحيث انك انت تحتفظ بالجلوكوما. يبقى انتر اوكيولار ماس في طفل وفيها كالسيوم يساوي ريتينوبلاستوم. اول حاجة تعملها انك تدور على الكالسيوم، تاني حاجة تعملها انك تشوف البايلاتراليتي، تالت حاجة تعملها انك تشوف الليجن خرج بره الجلوب ولا لا، لان الريتينوبلاستوما فريكوينتلي بتخرج على الاوبتيك نير وتمشي تمشي تمشي لحد لما تطلع انتراكرينيا. يبقى هما دولت الثلاث حاجات فقط اللي مطلوبين منك. نمره واحد انك انت تلاقي ماس انسايد ذا جلوب بتاع الطفل، اول حاجه تدور على كالسيوم، تاني حاجه تشوف الجلوب الثاني، ثالث حاجه تشوف خرج على الاوبتيك نيرف ولا لا. And if you look هنا اهوت هتلاقي ان في ماس انسايد ذا ليفت جلوب وفيها كالسيوم، الرايت جلوب عنده ماس ثانيه بس صغيره وفيها كالسيوم، and this is bilateral retinoblastoma. ان الطفل دوت عنده ماس هنا اهوت ان ذا رايت جلوب، الليفت جلوب شكله طبيعي، لو برقت شويه صغيرين هتلاقي فين كالسيفيك فصال، وده مهم جدا في تشخيص الريتينوبلاستوما. ايه اللي بتدور عليه؟ نمرة واحد كالسيوم، نمرة اتنين بايلاتراليتي، نمرة تلاتة اكسترا اوكيولار اكستنشن. زي كده هتلاقي ماس انسايد ذا جلوب خرجت بره الجلوب، مالت الاوربت، ممكن تدخل جوه البرين. And this is an example، بنت عندها سنتين وعندها ماس كالسيفايد انسايد ذا جلوب وفي اكسترا اوكيولار اكستنشن انتو ذا اوربت وانتراكرينيال. شايف انت الانهانسمنت دوت اللي هو ريتشنج ذا سوبرا سيلر اريا بتاع المكان بتاع الاوبتيك كياس. يبقى هما دولت الثلاث حاجات اللي بتدور عليها. لو كان في فحص ام ار اي فالكالسيوم ما تعرفش تشوفه، فانت بتلاقي ماس انسايد ذا جلوب، بتشوف الناحيه الثانيه وبتشوف اذا كان في اكستنشن على الاوبتيك نيرف ولا لا. And this is an example by MRI. ده هو T1 وده هو T2 weighted image. في ماس هنا وفي ماس ثانيه هنا. الماس اللي على الناحيه الشمال اكبر، مفيش اكستنشن على الاوبتيك نيرف ولا هنا ولا هنا. ده في الكورونال بتاع المريض اللي فات، في ماس انسايد ذا جلوب على الناحيه اليمين صغيره وفي واحده تانية على الناحيه الشمال كبيره. ريتينوبلاستوما باي T1 T2 T1 بوست كونتراست T1 بوست كونتراست وفات سبريشن. ما انتش محتاج الفات سبريشن في الجلوب لان الليجن واضح جدا ومتحوط ب الاوكيلار كوت، وبالتالي جايز تحتاج الفات سبريشن لو الليجن خرج بره الجلوب في الفات فتعرف تشوفه كويس. And this is unilateral retinoblastoma على الناحية اليمين. The lesion is of intermediate signal، ما بتفرقش معاك السيجنال خالص في T1 وكذلك في T2، ولو حقنته صبغة بيعمل faint enhancement. ليه احنا بنقول انك انت لازم تدور على الكالسيوم؟ علشان في حاجات في الاطفال بتشبه الريتينوبلاستوما وهي مش ريتينوبلاستوما. الحاجات ده هي بيسموها ريتينوبلاستوما ميميكس او سودو ريتينوبلاستوما. خلي بالك ان تشخيص الريتينوبلاستوما معناها هتشيل عين العين، مفيش بايوبسي، يعني اي حاجه تانية ممكن تتاكد من التشخيص
بانك انت تاخد بايوبسي في الجلوب، مفيش بايوبسي. انت لو قلت ريتينوبلاستوما الجلوب هيتشال على طول، فانت لازم تبقى very careful about this في جميع الجهات. عندك 3 حاجات بيشبهوا الريتينوبلاستوما وهما مش ريتينوبلاستوما. واحد اسمه persistent hyperplastic primary vitreous، وبعدين واحد اسمه Coats disease، واحد اسمه retrolental fibroblasia. هؤلاء الـ3 كلهم بيتميزوا بكده، ان الجلوب ابيض وان ما فيهوش كالسيوم. الجلوب ابيض يعني هايبر دنس كومبيرد للناحيه الثانيه with no calcium. يبقى اول حاجه الكالسيوم مهم جدا في الموضوع علشان تفرق ما بينه وما بين الريتينوبلاستوما. ازاي بنشخص الجماعه دولت؟ البرزيستنت هايبر بلاستيك برايمري فيتريس هو الفيتريس اللي موجود اثناء الحمل. الطفل في اثناء الحمل مش محتاج يشوف، ما بيشوفش اصلا لانه في حته ضلمه، لكن لما يتولد بيبتدي الفيتريس اللي موجود يروح ويطلع بقى الترانسبيرنت فيتريس اللي هو هيمكنه من ان هو يشوف. لو افترضنا ان حصل ايرور والفيتريس مرضيش يروح، دوت اسمه persistent hyperplastic primary vitreous. بيبتدي الجلوب يبان على ان هو ابيض كومبيرد للناحية التانية وما عندهوش كالسيوم. في بقى مميزات كتيرة جدا بتساعدك في التشخيص. نمرة 1 ان الجلوب اللي افكتد اصغر من التاني. يبقى اولا الهايبر بلاستيك فيتريس از يوجوالي من فضل الله يعني يونيلاتر، يعني ما بيجيش في الناحيتين، واحده بتكلير والتانيه لا. مع ان على الانترنت هتلاقي في بعض الاحيان ريبورتد كيسز اوف بايلاترال بيرزيستنت هايبر بلاست، بس كل اللي انت بتشوفه معظمه يعني ان ذا كلينيكال براكتس يونيلاتر. فتلاقي الجلوب اصغر من التاني، الجلوب ابيض، الجلوب ما فيهوش كالسيوم، اللينس بتاعه الجلوب اللي افكتد بتبقى اصغر وساعات تكون فراجمنتد، بتبقى اصغر وساعات تكون فراجمنتد. كون بقى ان في شالو انتيريور تشامبر مش ارضيه، انترا فيتريال شادوز يعني ابنورمال دنسيتيز، اند فلويد ليفل لو حصل سب ريتينال هيمرج. لكن الأصل في الموضوع 3 حاجات. نمرة 1 الجلوب أبيض، نمرة 2 ما عندوش كالسيوم، نمرة 3 أصغر من الطبيعي اللي جنبه يعني، نمرة 4 اللينس إز ديستورتد. دوت اسمه persistent hyperplastic primary vitreous. البرزيستنت hyperplastic primary vitreous بيكون الجلوب أبيض في الـ CT وفي الـ MR. في التي 1 والتي 2 كل البتاع بيكون ابيض فيها، نتيجه طبعا الفيتريس نفسه ممكن يكون فيه هيمج. يبقى الجلوب اصغر من الناحيه الثانيه، الجلوب ابيض في التي 1 والتي 2، اللينس ممكن تبقى ديستورتد او وراها معبشه زي اللي انت شايفها، اي خطوط ماشيه في وسط الجلوب كده اسمها ريتينال ديتاكشن. ولما يحصل ريتينال ديتاتشمنت يحصل نزيف، والنزيف هيعمل فلويد ليفل. يبقى هذا التشخيص اسمه persistent hyperplastic primary vitreous. The small globe، جلوب ابيض ما فيهوش كالسيوم، distorted lens، unilateral pathology. في الام ار الجلوب ابيض في التي 1، ابيض في الفلير، ابيض في التي 2، ابيض لما تحن سبعه، والجلوب اصغر من الناحيه الثانيه، واللينس ديستورتد او وراها ابنورمال شيبس. دوت الديزيز الاولاني اسمه persistent hyperplastic primary vitreous، واضح انه congenital disease يعني ممكن يتشخص انترا يوتراين. الثاني اسمه Coats disease او اسمه retinal telangiectasia،
بيحصل في massive subretinal exudate and retinal detachment. هذا disease is acquired، يعني الطفل بيتولد طبيعي وبعد كده يجيله كوتس ديزيز في حدود سن 6 أو 7 أو 8 سنين، و usually بيكون male in most of the cases. الجلوب بيبقى أبيض ومفهوش كالسيوم لكنه قد التاني، يعني size wise قد التاني، اللينس بتاعته زي اللينس بتاعت التاني. يبقى ايه الفرق ما بينه وما بين البرزيستنت هايبربلاستيك فيتريس؟ ان البرزيستنت كونجينيتال، يعني بيتولد بيه، ان البرزيستنت هايبربلاستيك بيبقى الجلوب صغير واللينس بتبقى ديستورتد. في الكوتس ديزيز الجلوب بيبقى بحجمه الطبيعي واللينس بتبقى طبيعيه لكنه ابيض في التي 1 وابيض في الايه في التي 2. And this is Coats disease. الجلوب زي الناحية الثانية أبيض في التي 1، أبيض في الفلير، أبيض بعد الصبغة. أي خطوط ماشية جواه معناها إن فيه ريتينال ديتاتش. التالت اسمه ريترولينتال فايبروبليزيا، أو ليه اسم تاني اسمه ريتينوباثي أوف بريماتيوريتي. معنى كده إن الطفل دوت لازم يتولد بريماتيور وهيتحط في الحضانة وياخد أكسجين ثيرابي، وبالتالي الديزيز هيكون بايلاترال، ودوت الوحيد اللي فيهم بيكون بايلاترال. فتلاقي الاتنين الجلوبس الاتنين صغيرين، الجلوبس الاتنين أبيض، الجلوبس الاتنين ورا اللينس اسمه كده ريترولينتال فايبروبليزيا، يعني في فايبرس تيشو بيهايند ذا لينس. الهيستوري از تيبيكال بريماتيور بيشنت ويز ريسيفد اوكسجين ثيرابي. لما تعمل ام ار اي او سي تي تلاقي الجلوبس صغيرين وتلاقيهم ابيض في الاثنين التي 1 والتي 2، وتلاقي ورا اللينس غباشه كبيره كده اسمها ريترولينتال فايبروبليزيا، او الديزيز كله على بعضيه اسمه ريتينوباثي اوف بريماتيوريتي. اللينس السوداء والنعبشه اللي وراها ديت هي الفايبروبليز. يبقى دوت ليه اسمين ريتينوباثي او بريماتيوريتي او ريترولينتال فايبروبليز. يبقى دولت الثلاثه اللي بيتلخبطوا في الريتينوبلاستوم، اتنين منهم يونيلاترال واحد بايلاترال. اليونيلاترال الهايبربلاستيك فيتريس الجلوب سمول واللينس متكعبل. الكوتس ديزيز الجلوب نورمال واللينس كويس. البريماتيوريتي الجلوبس صغيره واللينس وراها فايبرستيشن. في ديزيز يعتبر انسيدنتال فايندنج اسمه دروزن. دروزن ديزيز بايلاترال سيمتريكال كالسيفيكيشن اوف ذا اوبتيك ديسك. بايلاترال سيمتريكال كالسيفيكيشن اوف ذا اوبتيك ديسك اسمه دروزن ديزيز. لما يكون الجلوب مبعجر من حته، يعني في حته كده بظل بره نتيجه ويكنس اوف سكليرا اسمه استافيلوم. ده هو اسمه استافيلوم. لما يكون الجلوب وراه كوره قول عليها دايفرتيكولم اوف ذا جلوب، يعني الجلوب طلع منه بروز كده والبروز دوت مليان فيتريس، سواء كان البروز صغير او كبير يونيلاترال بايلاترال اسمه كولوبوما. يبقى استافيلوما يعني ديفورميتي اوف ذا جلوب، كولوبوما معناها دايفرتيكولم اوف ذا جلوب. الدايفرتيكولم ممكن يكون كبير ولانه هيستوعب جزء من الفيتريس، فالجلوب بتاعه غالبا هيكون اصغر من التاني. بس انت ما عندكش جنس مشكله في تشخيص الكولوبوما لان مفيش حاجه تانية بتعمل كده. كولوبوما معناها دايفرتيكولم اوف ذا جلوب. الماس التانية اللي بتطلع بس في الكبار هي الميلانوما. يبقى انت لو عرفت تفصل الاثنين من بعض في جميع المقاطع يبقى دخلنا في سكه تانية لسه احنا جايين لها.
لكن الكولوبوما باي ديفينيشن از دايفرتيكولوم اوف ذا جلوب، يعني متصل بالجلوب في نقطه، لابد يكون في كوميونيكيشن بين الاثنين. تمام، يبقى لو لقيت ماس جوه الجلوب في طفل هتبقى ريتينوبلاستوما، لو لقيته ادلت هتبقى ميلانوما. الميلانوما ما فيهاش كالسيوم، لكن هتلاقي ماس انسايد ذا جلوب وهذا الشخص ادلت. الميلانوما ما فيهاش كالسيوم وما بتخرجش على الاوبتيك نيرف، يبقى ثلاث فروقات: ادلت ما فيش كالسيوم، ما فيش اكسترا اوكيولار اكستنشن. سواء في السي تي او في الام ار، لما تلاقي واحد ادلت وتلاقي عنده ماس انسايد ذا جلوب تعرف على طول ان الماس ده هي ميلانوما. حقنت صبغه، الميلانوما غالبا بتاخد صبغه. بعض الناس بتقول ان الميلانوما في منها نوعين، واحد ميلانوتيك واحد اي ميلانوتيك. الميلانوما اللي فيها ميلانين بتبقى بيضه في التي 1، والميلانوما العاديه اللي ما فيهاش ميلانين بتبقى زيها زي اي تيومر تاني، اسود في التي 1 ابيض في التي. بغض النظر، اي ماس انسايد ذا جلوب كونسيدر ميلانوما في الادلت، كونسيدر ميلانوما في الادلت. And this is melanoma in the right globe. الخط دوت معناها ان ريتينال ديتاتشمنت، عشان كده الجلوب ابيض في التي 1 لان في نزيف. وفي هيموراجيك ميتاستاسيز ان ذا برين، لان الميلانوما الميلانوتيك بيكون فيها هاي سيجنال في التي 1، وكذلك الميتاستاسيز بتاعتها بتكون فيها هاي سيجنال في التي 1. لو عملت الترا ساوند هتلاقي ماس انسايد ذا جلوب، لو عملت دوبلر هتلاقي فيها فاسكولاريتي. في بعض الاحيان في السي تي لما الماس يكون معاه ريتينال ديتاتشمنت ما تشوفهاش من الهيموراج اللي مغطي عليه، لكن في الام ار عشان اختلاف السيجنال بتاعه الهيموراج والتيومر ممكن تشوف الاثنين من بعض، وديت بعض الدروباكس بتاعه السي تي، لكن ما هياش في جميع الاحيان بتبقى كده. اي ماس جوه الجلوب في واحد ادلت اني كونسيدر ميلانوما، سواء كانت قدام او كانت من ورا او كانت على الجنب. نيجي بقى لواحد تاني نادر جدا لما تشوفه انسايد ذا جلوب، سواء كان طفل ولا ادلت، اسمه كورويدال هيمانجيوما. الهيمانجيوما من اسمها از هايبر فاسكولار، عشان كده لما تحقنها صبغه هتبقى بيضه قوي. وكمان الهيمانجيوما زي ما انت عارف في التي 2 بيكون البرايتنس بتاعتها عالي جدا، والناس بتقول ان الهيمانجيوما بتحب قوي المنطقه بتاعه الاوبتيك ديسك، اللي هي المنطقه دي بتاعه الاوبتيك ديسك. لكن دوت مش قران كريم، انت عندك جوه عادي مثلا بنت عندها 8 سنين وعندها ليج في الجلوب ما هوش في الاوبتيك ديسك، من غير صبغه كان عامل كده، بالصبغه بقى سترونجلي انهانسد. سن 8 سنين مش هو بتاع ريتينوبلاستوما، وريتينوبلاستوما لازم لها كالسيوم عشان التشخيص، مهم جدا الحكايه دي. والماس دهيت ما فيهاش كالسيوم، والهيمانجيوما ما هياش كومن زي ريتينوبلاستوما. ريتينوبلاستوما كومن قوي لكن الهيمانجيوما لا. وبالتالي عشان تقول ان دهيت هيمانجيوما يستحب ان يكون في ام ار. ليه بقى؟ ادي الهيمانجيوما في التي 1، الهيمانجيوما في التي 2 هتبقى بيضه قوي لدرجه انك انت لا يمكن تشوفها من الفيتريس، مش هتعرف تشوفها. لما تحقنها صبغه هتبقى انهانس. اي ماس تانيه جوه الجلوب لا يمكن تبيض لدرجه بياض الفيتريس في التي 2، عشان كده الميلانوما والريتينوبلاستوما لازم هتشوفهم في التي 2، اما الهيمانجيوما غالبا مش هتشوفها في التي 2. وديت يمكن الحاجه الوحيده اللي بتخليك تعرف ان ده هي هيمانجيوما وليست واحده من الاثنين التانيين.
يبقى الهيمانجيوما از فاسكولار مالفورميشن ممكن تطلع في الميدل ايج او في الناس الكبار او في الاطفال زي ما انت شفت. And this is benign lesion بيبقى عبارة عن elevation كده في الـ posterior الـ inner cords لما تحقن صبغة بينهانس بحرقة شديدة. أي خطوط ماشية جوه الجلوب تعتبر retinal detachment. الديتاتشمنت ممكن يكون من غير نزيف وممكن يكون بنزيف. لو كان الجلوب أسود يبقى معنى كده مفيش هيمورج، لو كان الجلوب أبيض يبقى معنى كده فيه هيمورج. الخط الأسود في السي تي معناها ريتينال ديتاتشمنت، والبياضة اللي جوه الجلوب معناها نزيف. في الإم آر نفس الحكاية، الخط اللي ماشي جوه الجلوب ريتينال ديتاتشمنت والبياضة اللي جواه معناها نزيف. تيجي بقى للميتاستاسيس. الميتاستاسيس ممكن تطلع من حاجات كتيرة على رأسهم، البريست والبرونكوجين. البريست مشهور قوي انه بيعمل ميتاستاسيس انسايد ذا جلوب، والبرونكوجين الكارسينوما نفس الحكاية. تشخيص الميتاستاسيس سهل جدا لو كان في نون برايمر. لو كان في المريض معروف ان هو عنده او عندها برايمري مالينجنسي يبقى تشخيص الميتاستاسيس سهل. مش معروف ان هو عنده برايمري مالينجنسي هتشخص التشخيص العادي اللي هو الميلانوما. والعيان دوت از ا جود اكزامبل. ده بيقول لك واحد بيشنت with sudden onset of severe pain in the left eye. Radiologically suspected to have choroidal melanoma عشان في mass inside the globe. Requiring emergency inoculation. After surgery, the lesion proved to be uveal metastasis from lung cancer. يبقى معنى كده كان عنده برونكوجينيك بس هو مش معروف ان عنده برونكوجينيك. لما عمل سي تي او ام ار في ماس جوه الجلوب وهو ادلت يبقى التشخيص ميلانوما. شلنا الجلوب لان العلاج الميلانوما غالبا كده. لما اتفحص طلع ميتاستاتيك ديبوزيت من البرونكوجينيك كارسينوما. اشهر نعم نفس الايه؟ لا ما بنشيلش الجلوب. طبعا لو كان ميتاستاسيس ما بتشيلش الجلوب طبعا، بتعالج بقى بالراديشن او ليزر ثيرابي او اي حاجه من هذا الكلام. اشهر حاجتين البريست والبروكوجين. لكن ممكن مثلا حد عنده جاستريك كارسينوما وطلع له ماس انسايد ذا جلوب، then you consider metastatic deposit. الجلوب رابشر هنتكلم عليه في التروما، وديت حاجه خطيره جدا جدا في الكومبليكيشنز بتاعه التروما ان الجلوب ينفجر. لان لما الجلوب ينفجر بيعتبر انتهى وبيتشال بعد كده. ايه هي العلامات بتاعه الجلوب رابشر؟ اربع حاجات. خلي بالك ان اي حاجه متعلقه بالجلوب ما فيهاش بايوبسي، يعني لما تقول كذا هيتشال على طول. هي دي المشكله الاصليه بتاعه الجلوب. جلوب رابشر يعني معناها فلات تاير ابيرنس اوف ذا جلوب، يعني الجلوب عامل زي كاوتش العربيه اللي نايم كومبيرد للجلوب الثاني. ثيكنينج اوف ذا بوستيرير سكليرا، السكليرا من ورا بتبقى تخينه كومبيرد للسكليرا بتاعت الثاني. هيزي انر سكليرال مارجن، يعني المارجن اللي جوه ما بتبقاش اكستريملي ويل ديفايند زي الثاني. والعلامة التي تقسم بالله العظيم عليها intraocular air. لو دخل هواء جوه الجلوب يبقى الجلوب منفجر حتى لو كان مش فلات تاير. يعني كان ماسك نفسه وكل شيء تمام وهو زي الناحية التانية. جواه هواء يعني انفجر. في بقى عندك complications كتيرة جدا هنقولها بالتفصيل. كان يكون في لينس سبلكسيشن، لينس ديسلوكيشن، لينس فراجمنتيشن، كل الكلام ده. في ناس بقى بتتولد واللينس مش في مكانها، يعني
اللينس ورا بيسموها بايلاترال اكتوبيا لينس، ودوت لما انت تعمل سي تي او ام ار وتلاقي اللينس بايلاترال وهما الاثنين لورا، دوت اسمه اكتوبيك بوزيشن اوف ذا لينس. دولت المشاكل اللي بتيجي في الجلوكوما. اشهر حاجتين كل يوم هتشوفهم او كل شويه يعني الميلانوما والريتينوبلاستوما. الميتاستاسيس محتاجه نون برايمري علشان التشخيص. الريتن الهيموريج سهل جدا في التشخيص. كل الكومبليكيشنز بتاعه التروما سهله جدا نشوفها في المجزره الفيشيال تروما. نيجي بعد كده الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف بيطلع منه مننجيوما وجلايوما وميتاستاسيس. الاوبتيك نيرف ما بيطلعش منه نيورو فايبروما خالص لان ما عندوش نيور ليمال شيز، عنده منينجيال كافرنج. الاوبتيك نيرف هو النيرف الوحيد اللي متغطي بمننجيز، وعشان كده ما بيطلعش نيورو فايبروما، بيطلع مننجيوما. اهم حاجه في الاوبتيك نيرف انك انت تشخص صح ان الليجن ده طالع من الاوبتيك نيرف. الليجن اللي طالع من الاوبتيك نيرف بيبقى ماشي على المسار بتاع الاوبتيك نيرف، سواء كان الاوبتيك نيرف نفسه باين جوه الليجن او مش باين، دوت اسمه اوبتيك نيرف ليجن. اما الكوره اللي لزقت في الاوبتيك نيرف فدوت ما يعتبرش اوبتيك نيرف باثولوجي. الاوبتيك نيرف باثولوجي لازم الاوبتيك نيرف يكون جوه الليجن جواه، غير كده لا، لان اي حاجه هتطلع في الاوربت هتلزق في الاوبتيك نيرف، مش هتشخصها اوبتيك نيرف باثولوجي. المننجيوما واحد من التيومرز المشهوره بتطلع من الكافرنج اوف ذا اوبتيك نيرف، وبالتالي الاوبتيك نيرف نفسه بيكون سليم، وديت علامه جباره جدا للمننجيوما، انك انت اذا قدرت تشوف الاوبتيك نيرف جوه الماس يبقى لا يمكن تكون الماس طالعه منه، الماس طالعه من الكافرنج بتاعه يبقى مننجيوما. المننجيوما زي اي مننجيوما في الدنيا، بتبقى موجوده في الستات وفيها هوموجينوس انهانسمنت وعندها كالسيوم وعندها بونس كيلوروزس لما تلمس العظم، وممكن تخرج على مع الاوبتيك نيرف تبقى باراسيلر. كل الكلام دوت مقبول جدا في المننجيوما اوف ذا اوبتيك نيرف. القط الاسود اللي ماشي جوه المننجيوما ده الاوبتيك نيرف، فبيسموها ذا لوسنت تراك ساين، ودي علامه جباره جدا 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 في صالح المننجيوما عشان تفرقوا ما بينه وما بين الجليوما. Then if you see the optic nerve within the mass and this is definitely meningioma. If you see the optic nerve within the mass and this is meningioma of the optic nerve. في بعض الأحيان ممكن تستعين بالإم آر على أساس تشوف الأوبتيك نيرف جوه الليجن، وفي الكورونا بالذات بتلاقي الأوبتيك نيرف وحواليه ماس كده بيسموها ذا دونات ساين، بس أنت أي منظر منهم بتشوفه بيبقى يعتبر إناف في التشخيص. يبقى المننجيوما بتتشخص بإنك أنت بتلاقي ماس، الماس محوطة الأوبتيك نيرف، الأوبتيك نيرف جواها. لو كان الأوبتيك نيرف باين تبقى مننجيوما، لو كان مش باين تبقى جليوما. And this is two different examples of optic nerve meningioma. إن you see the optic nerve ماشي متحوط بالتيومر، مهم جدا. وده نفس الحكاية، the optic nerve is going through the tumor. This is optic nerve meningioma. أما الجليوما فالجليوما موجودة في الناس الصغيرين إلى حد ما، ولو كانت بايلاترال المننجيوما لأ ما بتبقاش بايلاترال، لكن الجليوما ممكن تبقى بايلاترال في الناس اللي عندهم نيوروفايبروماتوزس تايب 1. الأوبتيك نيرف جليوما بتعمل هوموجينوس انهانسمنت. الأوبتيك نيرف جليوما بتعمل هوموجينوس انهانسمنت، وبتعمل علامة جبارة جدا في الأوبتيك نيرف اللي هي اللولوة دي، اسمها tortuosity of the optic nerve. وما تقدرش تشوف الأوبتيك نيرف جوه الماس.
يبقى لما تلاقي الاوبتيك نيرف تورشوس كده ان هي كان نوت سي ذا اوبتيك نيرف اند ذس از جليوم، وهنا هو الماس ماشي على مسار الاوبتيك نيرف ان هي كان نوت سي ذا اوبتيك نيرف ثرو ذا تيومر اند ذس از اوبتيك نيرف جليوم. الجليوما ممكن نفس الحكايه مع الميلينجيوما تمشي على الكورس اوف ذا اوبتيك نيرف تخرج من الاوبتيك نيرف كانال وتطلع ان ذا سوبراسيلر اريا and this is bilateral optic nerve glioma tortuosity و enhancement خارج في supracellular area. bilateral optic nerve glioma يساوي neurofibromatosis type 1 and this is another example. two masses along the optic nerve في T1 مسود في T1 post contrast خد صبغة and this is bilateral optic nerve glioma. ده الفرق ما بين الميننجيوما حيث يمكن رؤية الأوبتيك نيرف through the tumor والجليوما حيث لا يمكن رؤية الأوبتيك نيرف through the tumor. يبقى عندنا في الأوبتيك نيرف حاجتين الميننجيوما والجليوما. لو في برايمري مالجنسي يبقى الماس اللي انت شايفها في الأوبتيك نيرف متاستس. عندنا بقى حاجة اسمها أوبتيك نيورايتس ودوت الاوبتيك نيرف بيكون نورمال كاليبر ما عندوش ماسز ولا حاجه لكن لما حقنته صبغه خد صبغه. اشهر حاجه على الاطلاق بتعمل اوبتيك نيورايتس هو الام اس. معظم الناس اللي عندهم ام اس بيبرزنت الاول بفيجوال ديستربنس وكتير منهم بيروح لدكاتره الرمد فيطلبوا له سي تي او ام ار على الاوربت، لكن لو حد واخد باله شويه بيطلب البرين لان غالبا الام اس بليكس بتبقى واضحه جدا في البرين. لكن ذا اوبتيك نيرف لما بيكون اوف نورمال كاليبر واخد صبغه يكونسيدر ذس از اوبتيك نيورايتس. طبعا عشان تشوف الاوبتيك نيرف واخد صبغه لازم تعمل فات سبريشن، لان لو كان الفات دوت ابيض والاوبتيك نيرف كمان مبيض مش هتشوف حاجه. ففي حالات الاوبتيك نيورايتس محتاج حاجتين، تحقن صبغه وتعمل فات سبريشن. في بعض الاحيان الاوبتيك نيرف شيز يعني السي اس اف اللي حوالين الاوبتيك نيرف بيبقى اكتر من الطبيعي بيسموه اكتازيا اوف ذا اوبتيك نيرف. الاكتيزيا لو انت فاكر في ال لا لو انت فاكر في ال في الفاسكولار لما قلت لك ان ديت احد العلامات بتاعه البناين انكريز انتراكرينيال تنشن اللي هو اسمه سودو تيومر سيريبرال، لكن مش لازم تكون في كل الناس. يعني مجرد فقط ان الاوبتيك نيرف حواليه سي اس اف اكتر من الطبيعي بس من غير اي حاجه ثانيه اسمه بايلاترال ديورال اكتازيا اوف ذا اوبتيك نيرف. احد الاسباب هو الانتراكرينيال هايبرتنشن اللي هو سودو تيومر سيريبراي. في بعض الناس بيكون عندهم التهاب حاد في الاوبتيك نيرف فالميه اللي حواليه بتبقى ازيد من الطبيعي. يبقى الجلوب فيه ثلاث حاجات ريتروبلاستوما وميلانوما وميتاستاسيس، والاوبتيك نيرف في ثلاث حاجات مننجيوما وجليوما وميتاستاس. اللاكريمال جلاند، اللاكريمال جلاند موجوده in the superior lateral aspect of the orb. اي حاجه تيجي في اللاكريمال جلاند كل اللي مطلوب منك انك تقول هل هي يونيلاترال ولا بايلاترال. لو كانت يونيلاترال يبقى ممكن تكون انفلاماتري في 50% او نيوبلاستيك في 50%. لو كانت باي لاترال يبقى سيستميك ديزيز، يعني حاجه عامه زي السركويد والليمفوما والشجرون والميكوليجز والواجنر وحاجات كتيره جدا بتكبر اللاكريمال جلاند. يبقى لو كانت يوني لاترال باثولوجي يبقى الاحتمال هنا يا اما انفلاميشن يا اما تيوم. ممكن لما تبص على العيان نفسه تعرف اذا كان دوت انفلاميشن ولا لا، عينه حمراء وبيدمع ومعرفش مين. وبعدين لما بصيت انت على السي تي لقيت اللاكريمال جلاند كبيره
وجواه خراج اللي هو the marginally enhancing lesion والايليد از سوولن و يعني معنى كده ان this is inflammatory lesion. في حاجه اسمها اوربيتال سودو تيومر دوت انفلاميشن برضو هنتكلم عليه بعد شويه، بيحب قوي اللاكريمال جلاند فبيكبر اللاكريمال جلاند وكمان بيكبر واحده بس من الماسلز غالبا بتكون اللاترال ريكتس، وبيعمل غباشه في الانترا اوربيتال فات زي ما انت شايف كده، تلاقي الاوربيتال فات مغبش واحده من الماسلز الكبيره واللاكريمال جلاند كبير، دوت اسمه اوربيتال سودو تيومر، ما هوش تيومر ولكنه انفلاميشن، والانفلاميشن دوت مش معروف سببه زي الاوتو اميون وما بيتعالجش بالانتي بايوتكس وبيتعالج بالكورتيكوستيرويد، وساعات بعض الناس بيدلهم جرعه بسيطه من الراديشن علشان الديزيز يخف، والديزيز ممكن يكون يونيلاترال وممكن يكون بايلاترال، ده احد الانفلاماتوري ليجنز ان ذا لاكريمال جلاند. يبقى لما اللاكريمال جلاند تكون كبيره ومعاها واحده من الماسلز او ما معهاش والاوربيتال فات لنفس الناحيه ملحوس كده او ديرتي، يبقى تفكر في اوربيتال سودوتوم. لكن لو كان نيوبلاستيك، النيوبلازم في منه اتنين بناين ومالجنت، والمالجنت في منه اتنين برايمري وسكندري، فالنيوبلازم البناين مثلا زي البليومورفيك ادينوما بتاعت الباروتيد، زي الديرمويد سيست انك انت تلاقي كوره مليانه فات ان ذا ريجن اوف ذا لاكريمال جلاند، اند ذس از في الاوربت مفيش حاجه اسمها ليبوما عشان نبقى متفقين، اي حاجه فيها فات في الاوربت تبقى ديرمويد سيست. فلما تلاقي كوره مليانه فات في اللاكريمال جلاند في المكان بتاع اللاكريمال جلاند اند ذس از ديرمويد سيست. طيب لقيت هنا اهوت ماس ان ذا لاكريمال جلاند في التي 2 انترميديت وفي التي 1 انترميديت، ولما حنتها صبغه عملت significant enhancement. الماس ده هي solid ما فيهاش علامة المالجنسي، يعني كالت العظم اللي جنبها مش عارف ايه، ما فيهاش علامة الانفلاميشن يعني فيها dirty fat وفيها central breakdown ما اعرفش مين، يبقى التقرير unilateral lacrimal gland pathology او ماس query inflammatory query neoplastic. خلاص وانت في الامتحان انفلاماتوري زي ايه يا ابني؟ داكري ادينايتس انفلاماتوري سودو تيوب. نيوبلاستيك زي ايه يا ابني؟ بناين زي الادينوما والديرمويد. مالجنانت برايمري زي الكارسينوما. مالجنانت سكندري زي الميتاستس. هو ده الكلام اللي بيتقال. طيب ايه العمل في دهوت يا ابني؟ هتتشال او يتاخد منها بايوبسي ونعمل نحللها، طلعت ان ديت بليومورفيك ادينوما زي بتاعت الباروتيد بالظبط، يعني بناين باروتيد. العيان دوت العيانه ديت عندها مالتيبل مايلوما، والمايلوما في بعض الاحيان بتخرج بره العظم وتبقى في حتت في السوفت تيشوز، احد هذه الحتت هو اللاكريمال جلاند. بما ان العيان عن نون ان هو عنده مايلوما يبقى اللي انت شايفه ده هو مايلوما، بس مش معنى كده ان انت جالك سي تي زي دوت كده وانت ما تعرفش جنس حاجه عن المريض. ايه دوت يا ابني؟ مالتيبل مايلوما في اللاكريمال جلاند، مش هيحصل لك كويس ابدا خالص. طيب ايه دوت يا ابني؟ سوفت تيشو ماس ان ذا لاكريمال جلاند يونيلاترال، تحتمل الانفلاميشن تحتمل النيوبلازم. خلاص كده؟ طيب حضرتك يا ابني ترجح ايه في المنظر اللي انت شايفه ده؟ انفلاميشن ولا نيوبلازم؟ ها؟ ليه؟ ليه؟ ايوه شايف انت الجلوب؟ الجلوب شكله invaded by the tumor، يعني الاوتر كود دوت از نوت سيبربل فروم ذا تيومر، معنى كده ان دوت نيو بلاستيك. طيب عندنا هنا اهوت ماس ان ذا لاكريمال جلاند اهي في التي 1
وفي الساجيتال وبعد الصبغة عملت انهانسر. يطلع ايه دوت يا ابني؟ يونيلاترال لاكريمال جلاند سوفت تيشو ماس، يا اما انفلاميشن يا اما نيوبلاز. نعمل ايه يا ابني؟ يا اما ناخد بايوبسي يا اما نشيلها كلها في البايوبسي. ديت طلعت ادينويد سيستيك كارسينوما. الكارسينومز اللي بتطلع في الباروتيد هي زيها اللي بتطلع في اللاكريمال جلاند، اللي هم الميوكو ايبيدرمويد والادينويد سيستيك كارسينوما. كمان الليمفوما بتطلع في اللاكريمال جلاند. انت لقيت يونيلاترال ماس ان ذا لاكريمال جلاند، اللاكريمال جلاند التانيه كويسه، يبقى الماس ده هي تنفع تكون انفلاماتوري 50% نيوبلاستيك 50%. انفلاماتوري تبقى عارف ونيوبلاستيك تبقى عارف. نيجي بقى لو كان الماس بايلاترال، يعني بايلاترال انلارجمنت اوف ذا لاكريمال جلاند، غالبا دوت بيكون سيستميك ديزيز وغالبا بيكون اوتو اميون. اوتو اميون زي الشجرون وزي الميكوليكس. فاكر انت الشجرون بيكبر الباروتد ويعمل سيستيك تشينجز وكده. لكن كمان الليمفوما از سيستميك ديزيز بيكبر اللاكريمال جلاند بايلاترال. الجريفز ديزيز بيكبر اللاكريمال جلاند بايلاترال. الساركويد الواجنر جرانيوماتوز. يبقى لما تلاقي بايلاترال لاكريمال جلاند انلارج تقول this is a manifestation of systemic disease. زي ايه يا ابني systemic disease؟ تقول لنا شويه من دول: شجرون، ميكوليكس، ساركويد، واجنر، ليمفوما. الكلام ده كله معنى كده ان الليمفوما ممكن تكون يونيلاترال وممكن تكون بايلاترال. دوت عيان عنده ساركويدوزيس وعنده بايلاترال لاكريمال جلاند انلارج، دوت مانيفستيشن اوف سيستميك ديزيز. دوت عيان عنده شجرون وعنده بايلاترال لاكريمال جلاند ماسس، يبقى شجرون. دوت عيان عنده ميكوليكس وعنده بايلاترال لاكريمال جلاند ماسس، يبقى ميكوليكس. دوت عيان عنده بايلاترال لاكريمال جلاند ماسس، اذا كان عنده ليمفوما يبقى ليمفوما، ما عندوش يبقى دوت بايلاترال لاكريمال جلاند انلارجمنت مانيفستيشن اوف سيستميك ديزيز. وترص السيستميك ديزيز اللي من ضمنهم الليمفوما. لا حول ولا قوه علينا. يعني نتعشى من هو مش هيحصل له حاجة في التسجيل، نعمل هذا. المهم يبقى في اللاكريمال جلاند عندك يونيلاترال باثولوجي و بايلاترال باثولوجي. المسلز، المسل عندك سنجل مسل ومالتيبل. سنجل مسل زي اللاكريمال بالظبط، يا اما انفلاميشن يا اما نيوبلازم. مالتيبل مسل يعني جريفز ديزيز. يبقى سنجل مسل افكشن 50% انفلاماتوري 50% نيوبلاست. مالتيبل مسل افكشن يعني جريفز ديزيز. جريفز ديزيز اسمه كده ديس ثايرويد اوربيتوباثي. كان زمان اسمه ديس ثايرويد اوفثالموباثي، وبعدين لقوا ان الباثولوجي اصلا مش بيأفكت الجلوب، بيأفكت المسلز والفات وما اعرفش ايه. عباره عن ايه الديزيز دوت؟ از ان اوتو اميون اوربيتال انفلاماتوري كونديشن associated with thyroid pathology أو thyroid function. بالرغم من دلوقتي معروف جدا إن الجريفس ممكن يكون معاه normal thyroid function وممكن يكون معاه hypothyroid function وممكن يكون معاه hyper function of the thyroid، يعني ما لهاش علاقة قوي بالموضوع. اللي بيحصل the position of protein mucopolysaccharide complex في الاكستراوكيولار muscles والفات، بيخلي المسلز تكبر قوي والفات يبقى dirty. الستات مشهورين جدا جدا في هذا عن الرجال، لان معظم الثايرويد باثولوجي زي ما انت عرفت قبل كده بيأفكت الايه؟ بيأفكت الستات.
لما الماسلز تتخن بتشغل حيز من الاوربت بتطلع العين لبره. المعروف بالنسبة لك إن الجريفز ديزيز بيعمل بايلاترال بروبتوز، لكن المعروف للناس اللي بتمتحنك إن the most common cause of unilateral بروبتوزز في الأدلتس هو الجريفز ديزيز. خلاص؟ unilateral. لما تتسأل كده إيه أكتر حاجة على الإطلاق بتعمل unilateral بروبتوزز في الأدلت، تقول الجريفز ديزيز. لما المصل بتكبر بتكبر بطريقة معينة، يعني الوسط بتاعها بس هو اللي بيتخن لكن الحروف لا. التندونز بتاعت المصل is not affected، لكن المصل بيلي هو اللي بيبقى تخين جدا وبيبقى homogeneously enhanced وبيشغل حيز جبار جدا من الاوربت وممكن يدوس على الاوبتيك نيرف، ممكن يدوس على الاوبتيك نيرف. اكتر مصلتين على الاطلاق بيبقوا افكتد بالجريفز هما الانفيريور ريكتس والميديال ريكتس، لكن لما الديزيز بيستفحل بياخد كل المصلز بعد كده، فالمصل بتكون تخينه وبتكون من النص رفيعه من فوق ومن تحت، من النص تخينه واخده سبعه. And this is not the optic nerve، علشان هنا الجلوب مش في احسن صوره واللينس مش باين. لما الجلوب يبقى في احسن صوره واللينس باينه تبقى ده الاوبتيك نيرف وتبقى دي الميديا ريكتوس ماسل which is affected. ريح نفوخك وبص في الكورونا هتلاقي الماسلز كلها affected، اخر واحده to be affected هي اللاترال، هي اللاترال ريكتوس، مع ان هي the most common muscle to be affected in single muscle affection، يعني لما يحصل inflammation او neoplasm of the muscle اللاترال هي اللي غالبا بتبقى affected. لكن في الجريفز ديزيز اخر واحده to be affected هي اللاترال ريكتس. الميديا المشهور قوي زي ما انت شايف كده this is typical for Graves disease، ان المسل بيلي هي اللي تبقى تخينه والحروف بتاعت المسلز بتبقى رفيعه. وهنا طبعا ان advanced stage of Graves disease كل المسلز are affected بما فيهم حتى الايه اللاترال ريكتس. وهنا السوبيريور ريكتس والليفيتور هما الاثنين افكتد، اللاترال ريكتس لا، الميديال ايوه، والانفيريور ايوه. وهنا الميديال والانفيريور اكثر مصلتين افكتد والباقي يعني الى حد ما، واللاترال ريكتس تقريبا is not involved. في بعض الاحيان الجريفز ديزيز مش بيأفكت المسلز بيأفكت الفات، deposition of mucopolysaccharide protein complex in the fat. فلما الفات يكبر يزق العين لقدام. لما تعمل سي تي او ام ار ممكن تلاقي المسلز شكلهم طبيعي. ولو كان البروبتوز سيمتريك مش هتاخد بالك منه. فلما حد يبعت لك مريض ويقول لك العيان ده عنده بروبتوزس وانت عاوز تتاكد ان في بروبتوزس تجر خط ما بين اللاترال اوربيتال وول الشمال الى اللاترال اوربيتال وول اليمين. نورمالي تلت الجلوب لازم يكون ورا الخط ده. تلت الجلوب يكون ورا. اذا كان الجلوب كله بالكامل قدام يبقى فيه بروبتوز. والبروبتوز دوت اكتر من البروبتوز التاني. بعض الناس ازيك احنا اللي عندهم لا مجرد بس كده بالمنظر ما عندناش دايمنشن معين. لا السيجنال ما فيش تشينج، الانهانسمنت بس هو اللي بيبقى اكتر من الطبيعي. الناس اللي عندها اكروميجالي في سياق الاكروميجالي المسلز بتبقى كبيره فبتلاقي مالتيبل ماسل افكشن ودوت ممكن يعمل بروبتوز. لكن الواحد اللي عنده اكروميجالي بيكون واضح من الاول وشه باين عليه والمانديبل والفرونتال ساينسز والكلام ده كله، فلا يمكن تتلخبط فيه ما بينه وما بين
الجريبس، لكن تبقى عارف ان الاكروميجالي واحد من الحاجات اللي بتكبر المسلسل. الاثنين ده وده. طيب سنجل ماسل افكشن يعني انفلاميشن او نيوبلازم. انفلاميشن زي ايه؟ مايوزايتس. نيوبلازم زي ايه؟ برايمري وسكندري، بناين وماليجنت. اكتر واحد بيعمل مايوزايتس في الاوربت هو الاوربيتال سودو تيومر. قلت لك انا الاوربيتال سودو تيومر غالبا بيكبر اللاكريمال جلاند، واحده من الماسلز غالبا اللاترال. لكن لو انت جيت لقيته مكبر الميديال ما تتضايقش قوي، الاوربيتال سودو تيومر ممكن يكبر الميديال ويكبر اللاكريمال جلاند ويبوظ الايه الاوربيتال فات. And this is an example. اللاترال ريكتوس هنا هو كبير. ايه دوت يا ابني؟ single muscle affection of the lateral rectus on the right side. ايه التشخيص يا ابني؟ يا اما inflammation يا اما neoplasm. inflammation زي ايه يا ابني؟ myositis. myositis pseudo tumor او myositis bacterial viral عفريت ازرق. neoplasm زي ايه يا ابني؟ benign و malignant. وال malignant primary and secondary. في رابدومايوساركوما وفي ليمفوما وفي ميتاستاسيز، قول زي ما انت عايز، المهم تقول بس مثال وخلاص. And this is lateral rectus، ودايما ما هياش زي الجريفس. الجريفس مش بيأفكت التندونز، الجريفس بيأفكت البيلي بس. وهنا هو سنجل ماسل افكشن في الحته اللي فوق اللي هي the superior rectus levator complex. العيان ده هوت عنده ميلانوما والميديال ريكتس موسل فيها ماس، يبقى الماس ده هي عبارة عن ميتاستاتيك ديبوزيت. العيانة ده هي عندها ادفانسد ديسيمينيتد بريست كانسر، يبقى كل اللي انت شايفه جوه الاوربت دوت عبارة عن ميتاستاتيك ديبوزيت. اخر واحد في الاوربت هو الفات. ما احنا خلصنا الجلوب والاوبتيك نيرف واللاكريمال جلاند والمصل، باقي الفات. الفات اولا بيتشخص باي اكسكلوجن، يعني لما تلاقي ليجن تقول في الجلوب لا، في الاوبتيك نيرف لا، في اللاكريمال لا، في المصل لا، يبقى في الفات. ديت اول. اما تشخص ليجن في الفات كل اللي مطلوب منك تقول هل هو ill defined يعني رباشة كده هوت، ولا well defined تمشي عليه بالقلم. لو كان ill defined يبقى التشخيص orbital pseudo tumor. لو كان well defined تشوفه اسود ولا ابيض. اسود يعني سيست، والسيست دوت واحد من اتنين، يا اما dermoid يا اما epidermoid. لو كان enhancing يعني ابيض، يعني أول واحد على رأس القضية هو الكافيرنوس هيمانجيوم، وبعدين نيوروفايبروما، وبعدين ليمفوما، وأقول لك تفرق ما بينهم إزاي. نمسك الأول الأوربيتال سودو تيومر. This is an autoimmune disease, inflammatory condition. ممكن تبقى يونيلاترال، ممكن تبقى بايلاترال. من منظر العيان ممكن توصل إلى تشخيص. هذا الاوربيتال سودو تيومر يوجوالي افكتس ذا لاكريمال جلاند، يعمل لها سويلنج. وان اوف ذا ماسلز يوجوالي ذا لاترال ريكتس، ما يجراش حاجه انها تكون الميديال اند ذا اوربيتال فات. اذا لقيت الكلام ده كله بتشخص ان ده هو اوربيتال سودو تيومر. زي كده في نعبشه جامده جدا انسايد ذا اوربت، الفات اللي جوه الاوربت از ديرتي او زي الازاز المصنفر كده اهوت، then this is an ill defined pathology جوه الاوربت يساوي orbital pseudo tumor. This is a reactive inflammatory lesion of unknown etiology, usually unilateral ولكنه ممكن يكون bilateral. العيان بيكون عنده painful proptosis، عينه حمراء، الاي ليد نازل الابداع بيدمع. لما تعمل سي تي او ام ار تلاقي مصلايه واحده بس هي اللي كبيره، واللاكريمال جلاند ممكن تكون كبيره، والفات يكون ديرتي، تشخص ده هو اوربيتال سودو تيوم.
And this is an example by MRI T1 post contrast with fat suppression. The lacrimal gland is swollen, the lateral rectus is swollen, and the eyelid also is swollen, and this is orbital pseudotumor. ودوت مثال تاني. الميديال ريكتوس هنا هي الكبيرة وفي swelling of the eyelid. The lacrimal gland is not affected. The fat is dirty compared بالناحية التانية. And this is orbital pseudotumor. لو لقيت الليجن اللي جوه الاوربت is كورة يعني well defined يعني تمشي عليه بالقلم. تمشي عليه بالقلم تقول في الجلوب لا، في الاوبتيك نيرف لا، في اللاكريمال لا، في الماسل لا، يبقى في الفات. هوري لك دلوقتي اذا لقيت الليجن دوت هوموجينسلي انهانسد. اول تشخيص على الاطلاق كافيرنس هيمنجيوم. كافيرنس هيمنجيوم which is a disease of adults the most common homogeneously enhanced intraorbital lesion في الفات هو الكافيرنس هيمنجيوم. لما تيجي تبص على ليجن زي دوت كده بعدين تقول دوت في الفاء في الجلوب لا، في اللاكريمال لا، في المصل لا، في الاوبتيك نيرف في الكورونا. ادي الاوبتيك نيرف اهو والماس فوقيه، وانا قلت لك اوبتيك نيرف ماس لازم الاوبتيك نيرف يكون جواها جواها مش على حرفها. يبقى دوت في الفات يبقى هيمنجيوم. طيب نفس الحكايه هنا، انت في الـ في الـ في الاوربت لازم يكون في طبعا لو في اكزيال وكورونال وساجيتال يبقى زي الفل، على الاقل يكون في اكزيال وكورونال عشان تتحقق من اللي من المكان اللي طلع منه الليجن. هوموجينس انهانسد ليجن، الجلوب لا، لاكريمال لا، الماسل لا، الاوبتيك نيرف مهم جدا انك انت تشوفه جوه الماس لو كانت inside the optic nerve and this is hemangium. وده برضو اللي انت شفته قبل كده وعملنا له fat suppression. This is the lesion inside the fat. ولما عملنا له fat suppression بعد حقن الصبغة وطلع واضح جدا homogeneous enhanced and this is orbital hemangium. النيوروفايبروما بتطلع من النيرفات الصغيرة اللي ماشية جوه الاوربت. لكن بصفة عامة انت لما تيجي تلاقي homogeneously enhanced lesion within the orbit وطلع في الفات، الهيمنجيوما قصاد النيوروفايبروما مفيش نسبة. الهيمنجيوما is very common والنيوروفايبروما لا. بيقول لك لو انت عاوز تفرق ما بين الاتنين ممكن تستخدم الام ار، لان الهيمنجيوما في الام ار في التي 2 بتكون بيضة قوي، النيوروفايبروما لا بتكون intermediate signal. لما تحقن الهيمنجيوما تنهانس بحرقة، لكن لما تحقن النيوروفايبروما مش بتنهانس بحرقة. ساعات الهيمنجيوما يكون فيها كالسيفايد في الليبولاي فيساعدك على التشخيص، والنيوروفايبروما طبعا ما فيهاش الكالسيفايد في الليبولاي. نيجي بقى للليمفوما. الليمفوما is a well defined lesion enhancing inside the fat. عندها علامة مميزة جدا انها بتحب تلف حوالين الجلوب اسمها encasement of the globe. وطبعا لما تلاقي ماس bilateral تخرج بره الهيمنجيوما والنيوروفايبروما ترسي على الليمفوما او الميتاستاسيس طبعا لو كان العيان معروف ان عنده primary malignancy. يبقى homogeneously enhanced lesion عنده tendency to coat the globe. لو كان ماس واحدة أو أكتر يبقى في صالح الليمفوما، يعني ماس شمال وماس يمين أو مالتيبل ماسز في الشمال ومالتيبل ماسز في اليمين and this is في صالح الليمفوما. زي كده عندنا مالتيبل ماسز هنا ومالتيبل ماسز هنا وعندنا tendency to coat the globe. العلامة ديت من العلامات الكويسة جدا في صالح الليمفوما. امتى تكون الليمفوما بوسيبل في الاورت؟ لما يكون العيان معروف كلينيكالي ان عنده ليمفوما، لما يكون في ميدل ايج بيشنت وعنده مالتيبل ماسز يعني ماسز شمال وماسز يمين، لما يكون في ليجن انكيسنج ذا جلوب يعني محوط الجلوب من جميع الجهات.
ديت مكتوبة في الليتريتشر، بيقول لك لو لقيت ماس افكتنج ذا سوبيريور ريكتس والليفيتور بس من غير اي ماسلز تانية، البوسيبيليتي اوف لينفوما عالي. هنا يعتبر من البوسيبيليتيز القوية. تعال بقى لو كان الليجن سيستيك، يعني كورة سود، اذا كانت الكورة السودة ديت متصلة بالجلوب في اي نقطة يبقى كولوبوم، لكن مش متصلة بالجلوب يبقى سيست في الاوربت. والسيست في الاوربت سواء في فات او ما فيهاش فات، زي في الماوس فلور بالظبط، ينفع يكون ديرمويد وينفع يكون ايبيديرمويد. لو كان في فات يبقى ديرمويد، لو ما كانش في فات ينفع برضو يكون ديرمويد وينفع يكون ايبيديرمويد. فانت عندك ليجن هنا كونتيننج فات يبقى ديرمويد، عندك ليجن هنا كونتيننج ميه يبقى ديرمويد او ايبيديرمويد. هتقول زي ما زمايلك قالوا قبل كده، ليه ما اقولش على دوت اوبتيك نيرف؟ الاوبتيك نيرف ليجنز ما عندهمش ولا واحد سيستيك مطلقا، يا اما من الجيوما يا اما جلايوما يا اما ميتاستاسيس، ما عندهمش حاجه سيستيك. ولو عملت كورونال هتلاقي الليجن دوت اكيد ملوش علاقه بالاوبتيك نيرف. And this is a fat containing lesion in the lacrimal gland يبقى dermoid cyst. عندك ليجن وفي فات فلويد ليفل، ده الجلوب وده الليجن، وفي فات عايم على وش الميه، يبقى ديرمويد سيست انسايد. عندك ليجن هنا هو سيستك، ده الاوبتيك نيرف اهوت ملوش دعوه بالقضيه، وده الميدال ريكتس واللاترال ريكتس، يبقى دوت ينفع يكون ديرمويد ينفع يكون ايبيديرمويد. عندك ليجن سيستك في التي 1 اسود، في التي 2 ابيض، لما حقنته صبغه ما خدش صبغه. الليجن دوت طبقا للقواعد اللي احنا قلنا عليها، يا اما ديرمويد يا اما ايبيديرمويد. اتشال طلع هايداتد، مش قضيتك، الهايداتد في الحتت ديت نادر الحدوث، نادر الحدوث، لكن ات هابند سو انه دوت طلع هايداتد سيست ان ذا اوربت. تيجي بقى لاخر حاجه في الاوربت، لما يكون في ماس كبيره جدا جدا وانت مش عارف اصلا هي طالعه من فين، ولا شايف الفات ولا الجلوب ولا البناء. هذا الكلام لا ينطبق على الكبار، ينطبق على الصغار فقط. في التشايلد لو كان في ماس كبيره جدا كده، تشوف انت شايف الجلوب ولا مش شايف الجلوب، خلاص. لو كانت انت مش شايف الجلوب يبقى الماس طلعت جواه، وبما ان هو طفل والماس اللي بتطلع جوه الجلوب هي الريتينوبلاستوما، يبقى دي ريتينوبلاستوما. طب انت مش شايف الجلوب بسبب انه اتشال، خلاص الجلوب هيتشال في طفل بسبب ايه؟ الريتينوبلاستوما، يبقى هي ديت ريتينوبلاستوما. يبقى انت مش شايف الجلوب سواء infiltrated by the tumor او متشال by surgery beforehand، يبقى اللي انت شايفه دوت اسمه retinoblastoma. طيب افرض انت شايف الجلوب، يبقى اي حاجة بقى من الحاجات دي، لينفانجيوما، هيمانجيوما، هيمانجيوبيريسيتوما، رابدومايوساركوما، بليكسيفورم نيروما، في ماسز ضخمة جدا بتطلع في الاوربت بتاع الطفل، تنفع دول. حاجات قليلة قوي اللي انت ممكن تشخصها منهم، والباقي كله بيتشخص به البايوبس. لكن if you don't see the globe يبقى اللي انت شايفه هو retinoblastoma. And this is an example. فيميل 3 سنين عندها ماس كبيرة جدا، you cannot see the globe and this is retinoblastoma. طيب لما تلاقي الماس اللي جوه الاوربت فيها مالتيبل فلويد ليفلز اند ذيس از ليمفانجيوما. الليمفانجيوما از ا كونجينيتال ديزيز زي السيستيك هايجروما بتاعت النك، وفيها كاركترستيكالي مالتيبل كومبوننتس، يعني فيها فلويدز اوف ديفرنت سيجنالز. فلما تلاقي بيج ليجن ان ذا اوربت
وفي مالتيبل فلويد ليفلز. This is diagnostic of lymphangioma of the aorta. طيب لقيت ليجن diffuse كده زي ما انت شايف كده strongly enhancing affecting the globe وطالع بره وفي الكورونال في vascular vessels vessels enhancing جوه بتاع دوت اسمه capillary hemangioma. الكافيرنس هيمنجيوما كورة well defined في الأدلت. الكابيلاري هيمنجيوما ال defined lesion سارح في كل الأوربت في طفل. معايا؟ طيب. نعم؟ علشان الفاسكولاريتي دي بس. يعني ال vessels يعني بقية الصور ديت كان فيها marked dilated tortuous vessels سرحة جوه البرين وكده وعلى التشيك وفي التمبورال اريا. And this is vascular lesion ما هواش تبع الليمفو. لكن if we don't see this enhancement طبعا الليمفوما one of the possibilities. الفاسكولار ليجنز اللي جوه الاوربت سؤال بيجي في بعض الاحيان في الامتحان هم دول. اول حاجه الكافيرنس هيمنجيوما بتاعت الادلت. وبعدين الكابيلاري هيمنجيوما بتاعة الأطفال. وبعدين الكاروتيد كافيرنس فيستولا اللي احنا جبنا سيرتها أكتر من مرة. وبعدين الأوربيتال أرتيري فينوس مالفورميشن والأوربيتال فيريكس والأوربيتال فينوس مالفورميشن هنقولهم دلوقتي. والميلانوتيك ميلانوما قلناها لسه من شوية اللي هي ماس إنسايد ذا جلوب في واحد أبيض. والهيمانجيوبيريسايتوما ملهاش اي مميزات تشخيصيه الا بالبيوبسي. والهايبر فاسكولار ديبوزيتس بتتشخص باي ذا بريزنس اوف نون برايمري مالجنس. يبقى لما يقول لك ايه هم الفاسكولار ليجنز الموجودين في الاوربت ترص الرصه ديت 3 و3 و3 9 حاجات. الكاروتيد كافيرنس فيستولا قلنا ان بيحصل بوست تروماتيك كوميونيكيشن ما بين الكاروتيد ارتري والكافيرنس ساينس يخلي البريشر جوه الكافيرنس ساينس يعلى يخلي الدرينج بتاع السوبيريور اوف سالميك فين جوه الكافيرنس يبقى مش مظبوط وتكون النتيجه ان السوبيريور اوف سالميك فين از ماركتلي دايليتد اند تورش. ذن لما تلاقي الكافيرنس ساينس كبير وانهانسنج وتلاقي السوبيريور اوربيتال فين دايليتد وتورشوس تعرف ان ده هي كاروتيد ايه كافيرنس فيستولا. في بعض الاحيان بيطلع اللي انت شايفه دوت اكستنسيف دايليتد تورشوس فيسلز دوت اسمه سير سايد انيوريزم معروف قوي بيطلع في السكالب وبيسرح في الفيس حاجه بيوج فيسلز ضخمه جدا لما تلمس اي واحد منهم نزيف ملوش حل. And this sirsoid aneurysm ممكن يدخل جوه الاوربت ويمشي في الفيشال بلينز وكده واحد من الفاسكولار ليجنز. الاوربيتال فاريكس زي الفاريكوز فين بس هو فعلا فاريكوز فين بس موجود في الاوربت. لما تبص على عين العيان تلاقي فيها دايليتد فينز كده في السكلير. الاوربيتال فاريكس ممكن يكون برايمري يعني كونجينيتال واحد مولود بكده. ممكن يكون سكندري نتيجة مثلا الـ AVM اللي احنا شفناها قبل كده او يكون في كاروتيد كافيرنس فيستولا زودت البريشر في الفينز او يكون في ديورال ارتيريو فينس مالفورمش. يعني ممكن يكون كونجينيتال وممكن يكون اكوايرد. انت بتعرفه ازاي الاوربيتال فيريكس دوت؟ بتلاقي فيه ليجن هنا اهوت جنب الاوبتيك نيرف. لما تحقنه صبغه يعمل significant enhancement زيه زي الفيسلز اللي جنبيه. علشان تعرف ان دوت فيريكس بتستخدم ال 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 الحاجه اللي هي اسمها الفالسالفا مانوفر. يعني بعد لما تعمل وزاوت او لما تعمل ويز كونتراست هتلاقي فيه enhancement. بعد كده تقول للعيان احزق وبعدين تصور تاني تلاقي الفين از ديستندد او بقى مور بروميننت عن الوضع الاولاني بتاعه. And this is what we call orbital varus. في حاجه ثانيه اسمها orbital venous malformation. الفيريكس هو واحد بس يعني فين وحيد
بيدستند مع الانتان. اما الفينس مال فورميشن مجموعه من الفينز لما تحقنهم صبغه يحصل فيهم هيتروجينس انهانسمنت، لما تعمل الفالسالفا يدستند. ديت اسمها اوربيتال فينس مال فورميشن. يبقى عندنا فيركس يعني فيسل واحد، فينس مال فورميشن يعني شويه مع بعض، ارتيريو فينس مال فورميشن اللي هو جزء من السيرسويد انيوريزم. And this is hemangiopericytoma of the paranasal sinuses. انت في لما تلاقي ماس كده ودخلت على على الاوربت هتقول this is sigmoidal carcinoma زي ما قلنا في البارانيزال sinuses. طلعت بالبايوبسي hemangiopericytoma ديت مش قضيتك. هذا وبالله التوفيق.